عم احمد، الحاج صبح يا عم احمد، صباح يا حاج ابراهيم. كل صوت. طيب يا عم احمد، طيب يا باشا، ايه رايك في بيع الحاج المعلم ابراهيم ابراهيم كده، وايه رايك احسن فيه؟ راجل في السوق بتاع بالاس عند الحاج توفيق، صاحب الحاج توفيق، معقول انضف عقوق، الله يصلح حالك يا عم احمد، انضف عقوق يعني تشوفه، بدل العيق لخمسين عيق. انت شايفه راجل محترم ولا راجل راجل محترم وعقوله سليمه وناس تمام وناس كلها بنحبهم. كل سنه وانت طيب يا عم احمد. طيب يا ريس، احسن عقول في سوق بالاس. عايزين تليفونك كده بقى الحاج ابراهيم. عايزين تليفونك 010 ماشي 26 ماشي 81 4496. العنوان صفصفي مركز بالاس. ما صباحك عسل يا عم، كل سنه طيب. طيب يا حاج ماشي يا عم. بدر اشرف صاحب القناه بالحاجه دي، بس الماني والاشطيبس كده يا ابني. المانيا يا جماعه، هي دي بهدال الصاحب للقناه بتاعتنا، بس دي ما صورتهاش في العرض، دي بهدال القناه بتاعتنا. الاربع حلبات يا ابني، الاربع حلبات هم يا جماعه، دي بهدال القناه بتاعتنا. كل سنه وانتم طيبين. العينين اهي، معانا عرض مفاجئ، احنا ضد الغلاء، ضد الغلاء.